ما في نفس الوقت وبهذه الواقعيه باش كيناقش فريق وطني المقابله غادي يدخل نكيتي اوبا لاعب فريق ميتز الفرنسي ويغادر دياتا كريبان لاعب فريق اف سي بروج لاعب فريق اف سي بروج يغادر وهذا البديل اللي دخل الان نكيتي اوبا لاعب فريق ميتز الفرنسي تغييرات كثيره خمسه تغييرات قدم على المنتخب السنغالي وتغييرات اخرى قدم على مدرب وحيد في صف الفريق الوطني المقابله تطريقة نحو النهايه الموعد القادم الثلاثاء القادم في نفس التوقيت في نفس الملعب امام منتخب اخر يقل شراسه منتخب كونغو الديمقراطيه اللي عنده لاعبين محترفين في الدوري الاحترافي المغربي او راسيه القناص عودة القناص لم ينس عادته القديمة لم ينس عادته القديمة يوسف العربي الهدف رقم 16 في المقابلة رقم 42 يوسف العربي من وراء دار اللاعبين من كرة ثابتة يجي الحل من كرة ثابتة يجي الحل الهدف رقم 16 في المقابلة رقم 42 لهذا القناص الوعيد لهذا القناص الوعيد وتغيير آخر ربما الأخير نسيم بوجلب من فريق شارك 4 سيدخل الان شوف على تمريره شوف على تمريره تمريره ديال الحريفيه ديال الفنانه ديال الكويريه الكبار اللي تجي من الرجل ديال تجي من الرجل ديال الحكيم زياش وبراسيه نسلك الزئبق كره بهذا الشكل ما كت كره لا تصد كره لا تصد حتى الحارس كاميرا بانغورو بالرغم من ارتماء انتحاريه هذا الهدف رقم الهدف رقم 16 للاعب اولمبياكوس غنعاود نكرر يعطي الانطباع في سن 33 كرة قدم لا تقاس بالسن كرة القدم لا تقاس بالسن تغيير